بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أحبتي المشاهدين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. أحبتي أينما كنتم طبتم مطابت أوقاتكم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم. أعزائي، ها أنا وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني، برنامج حدية القرآن، ووقفة جميلة مع علم من أعلام القراء الكبار ومدرسة أخرى من مدارس جمهورية مصر العربية. ضيفي في هذه الحلقة هو فضيلة الدكتور القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. مرحبا بكم شيخ عبد الفتاح. أهلا بكم أستاذنا. حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، سوف يقرأ لنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بعض الآيات القرآنية، وأيضا سوف نتعرف على حياة هذا القارئ الكبير، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي من جمهورية مصر العربية، ولد في 29 أبريل 1965 في قرية طاروط، إحدى قرى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو من أسرة قرآنية، فمنذ نعومة أظفاره تعلق قلبه وعقله بحب القرآن الكريم، وفي 8 من عمره انضم لحفظة كتاب الله بعد أن حفظه على يد أبيه الشيخ علي الطاروطي وأيضا الشيخ عبد المقصود السيد النجار شيخ كتاب القرية. وصل الشيخ عبد الفتاح مسيرته مع القرآن حفظا وتلاوة، وواصل مشواره الدراسي، وصار ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى تخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية بتقدير جيد جدا، وكان تخرجه عام 1988 ميلادي. وبعد تخرجه عين إماما وخطيبا بأوقاف الشرقية، وبدأ رحلاته القرآنية إلى الكثير من بلدان العالم، وحينها حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية والتي منحها إياه الجامعة الإسلامية البنورية في باكستان، وهو الآن من أبرز قراء العالم الإسلامي. أجدد لكم تحيتي أحبتي المشاهدين. نبدأ وإياكم حلقة اليوم بتلاوة ضيفي الكريم القارئ الدكتور الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. تفضلوا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله. إيه نعم. الله الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله. إن الله عليم خبير. الله الله الله. نعم. يا أيها الناس
ذكر وأنثى. الله 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 الله، نعم. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. الله 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 الله، نعم. الله الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله، إي والله، نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله 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 الله، ما شاء الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما الله 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 أكبر. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أحسنتم كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم شيخ عبد الفتاح الطارطي، شكرا جزيلا لك. شيخ عبد الفتاح، متى بدأت تلاوة القرآن الكريم بالصوت واللحن بعد أن حفظته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، اللهم صل وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بداية أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، حياكم الله. أقدم التحية للبرنامج، نعم، ولقناة الفرات، القناة الحبيبة التي نحبها في مصرنا. شكرا الحبيبة لكم، ونتابعها ببرامجها الطيبة المباركة، حفظكم الله، حياكم الله. وخصوصا إذا كان فيها مثل هذه البرامج الدينية التي حفظك، تهتم بالقرآن وبأهل القرآن، فأسأل الله لكم التوفيق. شكرا جزيلا في خدمة لك القرآن إن شاء الله دائما. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. إجابة على سؤالكم الذي تفضلتم به، نعم، فالحمد لله رب العالمين، أنا من أسرة قرآنية، الوالد رحمه الله وهبني للقرآن وأنا ما زلت طفلا في بطن أمي، نعم. بالفطرة الإسلامية أو بالفطرة الريفية، نعم، الأب يعشق القرآن ويحب القرآن، وجد زوجته حاملا فقال اللهم إن كان ما في بطني زوجتي ذكرا فإني أهبه إلى القرآن، نعم. فكان فضل الله علي أن هيأني لهذا الأمر وجئت إلى دنيا الوجود، فشرفني الله تبارك وتعالى بحمل لله القرآن، الحمد لله على ذلك. في سن الثالثة ذهب بي والدي إلى شيخي
رحمه الله الشيخ نبوي أحمد. نعم. هذا الذي حفظني أو عرفني بداية الحروف. نعم. قراءة الحروف في الكتاب كان في الكتاب. نعم. فكنت قبل أن أذهب إلى الصف الأول الابتدائي. نعم. كنت وصلت إلى سورة القصص. نعم. ما شاء الله. من بداية سورة الناس. نعم. من سورة الناس بدأت من الأخير. من الأخير حتى سورة دائما القصص. وهذه يعني أعتبرها دعوة. نعم. من يريد أن يحفظ ابنه القرآن ألا يفاجئه بكبار السور بسورة البقرة وهكذا البقرة في. نعم. ذلك صعوبة وأخذ منه وقت طويل. وهذا الأسلوب الجيد الذي أبدعه قراء مصر وبقية الكتاب. نعم. أن يبدأ بقصار السور صور سهلة ثم الحفظ ثم يتنقل وهكذا سيتنقل ويجد نفسه يقطع مشوار طويل في الحفظ. نعم أحسنت. فبداية قبل أن أدخل الصف الأول الابتدائي كنت من بداية سورة الناس. نعم. إلى سورة القصص. نعم. ثم ختمت القرآن وأنا في أجازة نصف العام وأنا في الصف الرابع الابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني حوالي 7 سنوات ونصف كنت ختمت القرآن. هنيئا لك وبارك الله بك. الحمد لله. وبدأ والدي يجد أن هناك موهبة موجودة. صبغة لجمال الصوت ونعم. استشفها الوالد. نعم. أحس بها. وكان المساعد معه في ذلك شيخي جزاه الله عنا خيرا. نعم. وبارك في عمره الشيخ عبد المقصود السيد. نعم. النجار. نعم. وجد أن عبد الفتاح الصغير. نعم. يتمتم ببعض النغمات وببعض الأسلوب بينك وبين نفسك يعني بين نفسي كنا يعني المكان الذي كنا نحفظ فيه القرآن كان في المسجد ما شاء الله. نعم. فكان يجدوني أنني أحب أن أؤذن. نعم. يجدون أنني شغوف أن أقرأ بين الأذان والإقامة. نعم. آيتين فأخذ شيخي جزاه الله عني خيرا يشجع في هذه الموهبة. نعم. حتى أنني جلست على أمام الناس. نعم. وبدأت أقرأ وعمري 10 سنوات ما شاء الله. إذن هذه التلاوة التي سوف نعرضها الآن هي في عمر 10 وأول تلاوة مجلسية لك؟ يعني تضحك كثيرا أو تعجب. نعم. حين تعلم أن هذه التلاوة التي سوف تفاجئ بها السادة المشاهدين. نعم. تلاوة لطفل كان يلهو ويلعب أمام المسجد. نعم. هو لم يكن موجود في المسجد. نعم. في حفل الناس كان في ذلك في ليلة الإسراء والمعراج. نعم. سنة 1975. نعم. احتفال موجود في داخل المسجد ولم يجدوا قارئا يقرأ لهم آية من القرآن. حسن. فقالوا هاتوا عبد الفتاح هو يلعب أمام المسجد. ما شاء الله. فأخذوا بيدي وأجلسوني بين الناس اقرأ ما تيسر من القرآن. إيه المناسبة اللي أنتوا عاملينها؟ قالوا احتفال بليلة الإسراء والمعراج. ما شاء الله. فبدأت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وتستشف من التلاوة أن ما شاء الله كان النفس طويل. يعني كنت آتي بالآية كاملة في نفس واحد وبدون تنفس. أحسنت أحسنت. ولعل هذه التلاوة حين يسمعها الناس. نعم. أعتبرها فخر لي. نعم. يعني لا أخجل منها أو أقول أنها يعني سيكون عليها بعض التعليقات أو بعض. نعم. الملاحظات. لكن إذن لنستمع لهذه التلاوة قبل التعليق ما هو رأيك؟ تفضل. نعم أعزائي المشاهدين في هذا الفاصل سوف تتابعون الشيخ القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وهو يؤدي ويقرأ القرآن الكريم وهو في العمر والعاشرة من عمره. What?
أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أرحب بكم وبضيفي الكريم القارئ الدكتور الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. مرحبا بكم شيخ عبد الفتاح. أهلا بكم سيدي، حياكم الله. الله في الفاصل كنا نتابع هذه التلاوة الرائعة وأنت في العاشرة من عمرك، ما هو تعليقك على هذه التلاوة الرائعة والجميلة وأنت في هذا العمر؟ تعليقي سأقوله على غير المتوقع. نعم. أن ما سمعتموه هي دعوة لكل من لديه موهبة، حتى وإن صغرت وإن استقلها في نظره أو ظن أنها لن تجدي مع الزمان أو في المستقبل، نقول له أن النبتة الصغير البذرة الصغيرة تكبر وتنمو وتثمر. أحسنت. وربما اقتطف الناس من ثمارها. أحسنت. وربما اقتدى الناس بها، وربما تعلم الناس من هذه النبتة الكثير من الدروس. أحسنت. صوت يعني يعني صغير. نعم. لكن حين تنسبه إلى صاحبه الآن الصوت العريض الرخيم. نعم. فشتان بين هذا وذاك. نعم صحيح. شيء يعني صوت تأثر بكثير من المدارس التي سبقتنا. نعم. لكن صاحبه الآن استطاع أن يصنع لنفسه مدرسة أسلوبا. يعني والآن أنت تعتبر مدرسة شيخ عبد الفتاح. أنا أستغفر الله، أقل من أن أكون مدرسة. نعم، هذا ما يشهد به الجمهور يعني وعشاقك. أسأل الله أن أكون كذلك. نعم. ولكنني أجتهد على قدر المستطاع. نعم. لتوصيل رسالة القرآن إلى الناس ليتأثروا بها. عذرا، الآن أنت وصلت إلى ما أنت عليه. تفضل. أنت الآن مدرسة ولك جمهورك الخاص، وهناك بعض الكثير من القفلات التي يعني خصصتها لنفسك وكثير من النغمات. في السابق أنت تأثرت بأي من القراء الكبار؟ تأثرت بتلاواتهم أو بشخصياتهم وأخلاقهم من خلال حضورك في حفلاتهم؟ نعم. الحقيقة سيدي الفاضل أن أهل القرآن إذا ما اقتربت منهم. نعم. وتعايشت معهم. نعم. وتأثرت بهم، تأكيد بيكون لهم دور كبير جدا في حياتك. نعم. بيصنعوا منك هذه الشخصية. منهم من يصنع وقارك وجلالك وهيبتك، ومنهم من يصنع فنك وأدائك. نعم. ومنهم من يصنع فكرك وحضورك، ومنهم من يصنع ذكائك. نعم. فيعني أنا لا يمكن أن أنسب الفضل أو الحب لشخص واحد، لأن ذلك يكون إكحافا للآخرين. نعم. ولكن إذا ابتدأت بسيدي الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، أبو المدارس. أحسنت. في فنه وأدائه، سيدنا الشيخ المنشاوي في روحانيته وفي جلاله. نعم. سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيني البكاء الذي يبكيك. أحسنت. ويصعد بك فوق السحاب. نعم. سيدنا الشيخ محمد رفعت. يعني أنا مش عاوز يعني أنا وإلا سأذكر كل الـ الـ نعم. أحسنت. كل القراء. هذا فوق المنافسة وفوق. نعم. يعني هذا يجب أن يكون أول من نذكره، أن ما زال الشيخ محمد رفعت يفرض نفسه علينا. نعم. بعد هذه السنوات الطوال من رحيله بجسده، إلا أن ما زال صوته الشجي الندي الروحاني يفرض نفسه، صوت السماء، على دولة القراء. نعم. أحسن. إن القارئ فينا لما يعني يتجلى. نعم. ويكون في حالة من الروحانية يأتي بآية أو بآيتين من الشيخ محمد رفعت. أحسن. هذا قمة الدلال وقمة الجمال، حين يعني يصل القارئ إلى قمة التجلي. نعم. فيأتي بآية أو بآيتين من الشيخ. نعم. محمد رفعت. أحسنت. خذ بحضرتك. ثم أذكر من الأجيال المتأخرة يعني الحديثة. نعم. سيدنا الشيخ محمد عبد العزيز حصان. نعم. أستاذ الوقف والابتداء. أحسنت. سيدنا الشيخ محمد شبيب. نعم. سيدنا الشيخ محمد الليثي رحمه. نعم. الله. رحمه الله. سيدنا الشيخ الحبيب إلى قلبي والمقرب. نعم. إلى نفسي رحمه الله، سيدنا الشيخ الشحات محمد. ما هي علاقتك مع الشيخ الشحات؟ قلت الشيخ الشحات، ما هي هذه العلاقة بينك وبينه؟ العلاقة إن قلتها تحتاج إلى حلقة يعني، ولكني أوجزها. نعم. فإني كيف كان هذا الشيخ متلهفا علي
أثنى علي في كثير من المواقف أكثر مما أثنى على أولاده. قال يعني إذا كان أولادي نهجوا نفس منهجي، إلا أن الشيخ عبد الفتاح استطاع أن يخرج من هذه المدرسة بفكر جديد ويكون مدرسة أخرى، وذلك يحسب له أنه أضاف ولم يكتفي بما سمعه. وهذه شهادة من قارئ كبير من معروف، من نعم. شحات رحمه الله. نعم. هذا الرجل الذي كان متتبعا لكل خطواتي، نعم. أذكر في يوم امتحاني في الإذاعة كان يجلس ويتابع وهو في مكتب رئيس التخطيط الديني، ما شاء الله، بالإذاعة يتابع امتحاني بالتليفون، نعم. ويقول ماذا فعل عبد الفتاح. قالوا أعطي مهلة للتخلص من التقليد، يقلدك يا شيخ شحات، نعم. قال الشيخ عبد الفتاح له فكر وله مستقبل وليس كبقية الآخرين. أحسنت. وكانت هذه شهادة، ما شاء الله. أرضت نفسي بعدما أعطيت مهلة ستة شهور. جميل. ودخلت الامتحان مرة ثانية بعد ستة شهور، نعم. والحمد لله نجحت الحمد بامتياز. الحمد لله. كان أول من هنأني وأول من تتبعني، نعم. وأول من أرسل لي برقية تهنئة. إذن هناك اهتمام خاص كان من فضيلة الشيخ المرحوم الشيخ الشحات محمد الأنوار لفضيلتك، نعم. تذكر في فترة مرضه الذي كان لا يتحرك فيها، نعم. إلا من بيته للمستشفى، نعم. جاء لزيارتي وقضى يوما كاملا، ما شاء الله، من صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العشاء، وهو الله. يجلس معي ويقول شفي مرضي بمجالسة حبيبي الشيخ عبد الفتاح. ما شاء الله، ما شاء الله. هذه العلاقة الروحية القوية كانت قائمة على الأدب، على الحب، على الإيثار. كيف أنني أكن له هذا التقدير وهذا الحب نتيجة أنه له دور في حياتي. رحم الله الشيخ، رحمه الله ورحم مشايخنا جميعا وأهل الفضل. إذن ما هو شعورك حينما سمعت بوفاة الشيخ الشحات وهو ليس في عمر كبير ولا يعني لم يتجاوز 60 من عمره؟ لا تعجب إذا قلت لحضرتك أنني كنت المتحدث الرسمي لكثير من إذاعات العالم التي اتصلت، كانوا لا يتصلون على أخي الشيخ أنور الشحات ولا أخي الشيخ محمود الشحات، إنما كانوا يتصلون على تليفوني يقولون نريد منك حديث لإذاعة إيران، لإذاعة لبنان، تتحدث فيه عن حبيبك وشيخك والمقرب إلى قلبك الشيخ الشحات محمد أنور. وكنت أنا الذي أقف في عزائه أكرم وأستقبل كل القراء لأنه كان بمثابة أب حبيب لي. هنيئا لك على هذا الموقف الجميل لأستاذك الشيخ الشحات محمد أنور. شيخ عبد الفتاح الطاروطي، حقيقة أسعدتنا بحضورك. كلمة أخيرة ووصية لقراءنا الأعزاء الذين يتابعون هذا البرنامج، برنامج حلية القرآن، والذين يريدون الآن أن يجعلوا أصواتهم أداة لإيصال آيات القرآن الكريم إلى ذهن وقلب المستمع، ما هي وصاياك؟ يعني طبعا إذا كان يعني حظي في هذه الحلقة أنني لم أتعرض لكثير من حياتي الخاصة، نعم. التي يشرفني أنني أقدمها إلى الشباب حفظة القرآن، ليعرفوا أن القارئ لا يولد كبيرا، نعم. ولكنه ينمو ويكبر ويجتهد ويأخذ من خبرات الآخرين ليضيف إلى خبرته، نعم. يأخذ لا يكتفي بما تعلمه، نعم. إنما لابد أن يظل يتعلم إلى آخر يوم في حياته. حسنت. لكني أقول للقراء الشباب وأقول لكل المشاهدين، نعم. المتعلقين بالقرآن، نعم. لن تجدوا شرفا ولا عزا ولا فخرا تنتسبون إليه أكثر من القرآن. نحن بدون القرآن لا نساوي شيء. من فتحت الدنيا علينا إلا بالقرآن، وما رفعت أقدارنا إلا بالقرآن، وما تجولنا في أنحاء العالم إلا ببركة القرآن، نعم. وما كرمنا من العالم في مصر وفي خارج مصر، نعم. إلا بالقرآن الكريم، ما شاء الله. فليكن، نعم. هذا القرآن هدفكم، هو نبرسكم، هو دستوركم، به ترفعون في الدنيا والآخرة. شكرا، شكرا. جميل ما قرأت وجميل ما تحدثت به شيخ عبد الفتاح. هناك مقطع وقفلة في مقام الرست،
تعجبني كثيرا ودائما أطلبها منك، أود أن أسمعها في آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، تفضل. يعني أنت حبيبي وأنا لا أرفض لك طلبا. شكرا جزيلا لك. فأسأل الله أن يوفقني أن أقولها، لأنها تحتاج إلى يعني تلاوة وتمهيدات، ولكني أحاول يعني جاهدا إن شاء الله لعلها تصيب ما أحببت إن شاء الله. وفقك الله، شكرا. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، صدق الله العظيم. أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لك، حقيقة أسعدتنا بحضورك وأفدتنا بكلامك الجميل وهذه الذكريات اللطيفة، شكرا جزيلا لك. أشكركم يا أستاذ حسن، حياكم إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق في خدمة القرآن وفي استضافة أهل القرآن، لأنهم خير جليس وخير أنيس القرآن وأهله. شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بخير. أنا أيضا بدوري أحييك بأنك حضرت ضيفا كريما على برنامج حلية القرآن، وأيضا بالنيابة عن الإخوة المشاهدين، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، نلتقي على خير إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، إلى لقاء آخر، أستودعكم الله في أمان الله. شكرا شيخ عبد الفتاح حبيب الغير. حبيبي.